سلمى راحت امريكا ما عجبهاش الوضع هناك وعماله تهزبن عليهم فرجعت تاني، فكده راحت المكان ورجعت، افتكر ان هي عماله تهزبن هزبن يبقى راح ورجع خلاص. لكن الدكتوره مثلا حبيبه قالت لا يابا انا هناك راحه ماليش، لا انا راح راحت هناك يا عيني بس عملت مشاكل وسجنوها كده مش راجعه تاني ولا راجعه؟ يبقى هزجن. فهمتوا؟ لو واحد قال لي لو جت رنا قالت لي يعني لو قلت رنا يوز تو سموك معناها ايه؟ رنا كانت متعوده تدخن بط ناو شي دازنت، لكن دلوقتي لا مفيش. ممكن بقى اسال تاني بطلت خلاص، يبقى عاده كانت بتعملها وبطلت، اقولها ازاي يوز تو بعد كده الانفينيتيف. يلا مين شاطر يقول لي انا اتعودت اجري ودلوقتي ما بقتش اجري قاعد بروطه في البيت. يوز تو رن مصدر اهو اتعودت. لو قلت محمد اقول ووز ولا وير؟ محمد ووز. يبقى وايل محمد اقول ووز. طب وايل محمد اند منى؟ لا وير. طب ما قلت وايل ولا قلت محمد ولا منى ولا اي حد، يبقى فيرب اي ان جي على طول. تمام فيرب اي مثلا مشيتي في الشارع وحضرتك يا دكتوره ويا ملك ورحت خبطه توك توك، فالتوك توك يا عيني اتطبق. التوك توك ايه؟ اتطبق. الراجل بقى خلاص توك توك بقى اتخبط بس لسه اثر الايه؟ الخبطه. سيادتك ايه؟ نشفت عليه جامد يعني، فاهم ازاي؟ طيب صلى على النبي. رقم او او ان وزاد اخد على طول فور، غير كده اخد سنس عشان الناس اللي بتنسى. طيب يت معناها حتى الان، قلناها قبل كده يت معناها حتى الان، يت بتجي اخر الكلام، يت بتجي اخر الكلام، اخر الكلام في النفي والاستفهام. فهمت يا مدام يا نور هان؟ اسمع تاني. يت معناها حتى الان، حتى الان يت معناها حتى الان، يت بتجي اخر الكلام، يت بتجي نفي استف، يت بتيجي في المضارع التالي. طيب مستر اشرف استلم مكالمه مهمه يبقى received. طب المكالمه المهمه استلمت was received. بص واحده معلومه واحده مقول ازاي. حد عايز يقول حاجه قبل ما ابتدي؟ ماشي صل على النبي عليه الصلاه والسلام. خلاص نطلع كتاب. ماشي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم طلاب حبايبي طلاب الصف الاول الثانوي في فيديو جديد من قناه مستر اشرف عابد. النهارده ان شاء الله هنبدا مراجعه نص المنهج. حد يونت 3 بيتكلم عن ازمنه، بيتكلم عن ايه؟ الازمنه. ايه الازمنه دي؟ عندي زمن ايه؟ البريزنت سيمبل اللي هو المضارع البسيط، والباست سيمبل ماضي بسيط، باست كونتينوس ماضي مستمر، بعد كده بريزنت بيرفكت مضارع تام، مضارع ايه؟ تام. طيب انا عشان الم الدنيا انا دلوقتي براجع، انا ممكن اشرح كل حاجه لوحدها فانت بتفهمها كويس، بس لما تيجي اجيب لك جمله كده في النص تلاقي ده هي راحت فين؟ دي تبع مين؟ مين بيودي على فين؟ طب نعمل ايه بقى؟ انت تعملي لنفسك كده خريطه، تعملي سيادتك ايه؟ انا مثلا سي او انا بقول اي سبيس مثلا تنس، وجيت قلت هنا افري داي، وجاي بيقول لك حط لي فعل مثلا يلعب. مين يقول لي احط ايه هنا؟ ها اقول بلاي. بصوا بقى كده معايا، بصوا بقى معايا كده، انا عايز اقول يلعب في الازمنه دي، عارف هتبقى عامله شكلها عامل ازاي؟ لو انت شاطر قول لي. ها اول حاجه لو هي كانت مضارع بسيط هيبقى كلمه يلعب هتبقى بلاي او بلايز، ركز معايا بقى. طب لو كانت هي ماضي بسيط هتبقى بلايد. خلاص طيب، او ممكن ما فعلش زي مثلا لو قلت راى مثلا هقول سو. طب لو كانت هي ماضي مستمر يبقى هقول ووز او وير واقول بلاينج. طيب لو هي كانت present perfect مضارع تام يبقى انا هقول have او has played. مين اللي فاهم؟ لو انا جيت قلت لك بقى كده، انا هبص على التكوينات الاول وبعد كده نخش على الاستخدامات كلها مره واحده. لو انا عايز اقول كلمه انا ذاكرت اقولها ازاي في البريزنت سمبل؟ اي ستادي. طب لو قلت هي ستادز يبقى ستادي او ستادز. طب شاطر اللي عايز اخليها في الباست سمبل ستادد. طب عايز اخليها في الباست كونتينوس ووز او وير ستادينج. طب اخليها في البريزنت بيرفكت هاف او هاز ستادد. وصلت؟ طب يلا شيل بقى الكلام ده حط كلمه فيزيت. مين يقول؟ ها مضارع بسيط يا فيزيت يا فيزيتس. طب ماضي بسيط فيزيتد. طب ماضي مستمر ووز او وير فيزيتنج. طب مضارع تام هاف او هاز. لازم تكونوا فاهمين التكوينات دي كويس قوي. طيب حلو قوي، خلي لي كلمه اكلت اكل
يا شاطر قولي. انا عايز اقول ياكل الاول، اقولها في المضارع البسيط ازاي؟ ايت او ايت سيب. انت عايز تقول ان المضارع البسيط يا ساده يا زياده اس، صح كده؟ طيب حلو قوي. طب عايز اخلي ايت في الماضي البسيط ايت، ده فعل كده ايه؟ شاز. طب عايز اخليها في الماضي المستمر was a were eating ing. طب عايز اخليها في المضارع التالي هفا وهاز ايتن، هفا وهاز ايه؟ بالله عليكم فاهمين؟ في مشكله؟ طيب صلى على رسول الله. انا عايز انفي كل الكلام ده، هنفي هنا ازاي؟ اول حاجه انت قلت لي بلاي او بلايز، طب امتى دي وامتى دي؟ قال لي بلاي لو كان الفاعل جمع، ضمائر الجمع ايه هي بقى؟ اي وي يو زي هي. اي اسم هي والشي والات ده ايه؟ سنجلر مفرد. يبقى اي وي يو زي دي اسمها ضمائر الجمع. ضمائر ايه؟ الهي والشي والات دي ضمائر ايه؟ مفرد. الجمع ناخد الفعل الساده، المفرد ناخد الفعل الزياده اس او اس. ولو عايز انفي انا ممكن انفي الاثنين بنيفر، بس هل نيفر دي هتغير حاجه؟ لا. طب انا ممكن انفي بمين تاني؟ بدونت. طب لو قلت دازنت تقوم عامل ايه في الاس؟ اشيل. وصلت؟ يبقى مين شاطر يقول لي؟ يبقى انا هنا اهو بيقول لي افري دي. طيب افري دي دي بتدل على مين فيهم؟ اقول لي بقى لما تكون الجمله بتعبر عن هابت، عاده، او حقيقه، او تايم تيبل، جدول مواعيد. احنا بنشخبط هنا كده من الصوت ده عشان نبقى فاهمين الدنيا فيها ايه. عاده، حقيقه، جدول مواعيد، هو ده المضارع البسيط. طيب حلو قوي. طب ايه الكلمات اللي بتدل على العاده؟ ظروف التكرار عندي ها always usually often sometime every ever ها never rarely scarcely hardly seldom occasionally from time to time. كل ده بيدل على المضارع الايه؟ البسيط. ولو حاجه جمله حقيقيه، الشمس تطلع من الشرق، خلاص الميه بتغلى عند 100 درجه مئويه، دي برضو مضارع بسيط. عرفت ان هي مضارع بسيط، يبقى مين يقول لي بقى احط كلمه يلعب هنا ازاي؟ انا عرفت ان هي مضارع بسيط من كلمه افري اهو، من كلمه افري عرفت ان هي مضارع بسيط. يبقى يا حنين ها، يبقى اقول بلاي ولا بلايز؟ ابص على الاي دي جمع يبقى ايه؟ بلاي. طب خليها هي بلايز. طيب مين شاطر يقول لي افري دي زي ما هي، ورحت مزود كلمه when I was young معناها ايه؟ لما كنت صغير. ايه ده؟ هي ممكن تيجي افري، افري دي ممكن تيجي في الماضي؟ اولويز ممكن تيجي في الماضي، يوجوالي ايوه. طالما جبت لي جمله بتدل على الماضي، لما كنت صغير كنت دايما بعمل الحاجه دي. مين الشاطر يقول لي يبقى هنا ايه اللي هيتغير؟ الفيرب هنا مش هيبقى بلاي بقى، هيبقى ايه؟ بلايد. يبقى اهو اي بلاي تنس مثلا ياستر دي، يبقى الماضي البسيط، الماضي البسيط بيعبر عن حدث بدا وايه؟ انتهى. تاني بدا وايه؟ حاجه بدات وانتهت. طب شاطر يقول لي لو عايز انفي الماضي البسيط كنت بنفي مين؟ بديدنت. انفي مين؟ ورجع الفعل برضو لايه؟ لاصل. يبقى ديدنت بلاي او ديدنت سي، ها ديدنت ايت. وصلت ولا لا؟ طيب صلى على رسول الله. يبقى انا هنا يا شباب بعرف اهو التكوين والنفي بتاعه دونت ودازنت، ولما اجي اسال برضه هسال بدون داز، وهنا لما اجي اسال هسال بمين؟ بديد. اسال بمين؟ طيب مين اللي يقول لي؟ هنخلي بقى الباسف كله مره واحده في الاخر. لو انا بتكلم عن الماضي المستمر ووز وير فيرب اي ان جي، انا امتى اختاره؟ بص بقى اي نو ات تنس، ورحت من بعد تنس كده هنا وكاتب ات 5 يسترداي. هنا انا حددت الوقت، فانت هنا هتقول لي ووز بلاينج. مين الشاطر يقول لي انا هنا لما يبقى في وقت محدد، او لما كلمه وايل واز وجاست از وين، لما يجي بعدها ماضي مستمر ثم الناحيه الثانيه ماضي بسيط او ماضي مستمر زيه. اديني مثال. بصوا كده معايا، وايل اي ووز بلاينج، يعني وانا ايه؟ بلعب مثلا تنس، كاما حاجه من الاثنين، تقول لي كده اي فيل، ايه اللي حصل؟ انا وقعت. طب شاطر يقول لي فيل ده ماضي ايه من دول؟ ماضي بسيط، فعل شاذ، صح؟ ما احنا لو كانت مضارع هتبقى فول او فولز، تبقى ووز وير فولينج. طب انا كنت بلعب، هينفع اقول كنت بقع ولا وقعت؟ الحدث ده كان طويل لكن ده حدث قصير، فدايما اللي يقطع حدث ايه؟ قصير. كنت سايق خبطت، انا الاطول وانا الاقصر؟ سايق ده طويل، خبطت ده مره واحده. يبقى اللي بيقطع الحدث اسمه ماضي بسيط. ماضي ايه؟ يبقى وايل بيجي بعدها ماضي مستمر، والناحيه الثانيه ماضي بسيط لو ايه؟ لو قطعه. احنا قلنا الكلام ده المره اللي فاتت. طب الشاطر يقول لي انا كنت بلعب تنس، ماي براذر اخويا نقط تي في، المستمر
اقول واتشد ولا ووز واتشينج؟ ما اقولش واتشد؟ لا اقول ووز واتشينج. ليه بقى؟ ما حدش قطع التاني. وصلت؟ طب عايز شاطر اللي عايز، لو قلت كلمه ديورينج طبعا واي زي از وجاست از، وان ما لهاش قاعده ثابته. ديورينج مثلا ذا فيلم يعني اثناء الايه؟ الفيلم. اي فيل اسليب. ديورينج ذا ماتش اثناء الايه؟ الماتش. ديورينج ذا ليسون اثناء الحصه. في مشاكل؟ مش ده اللي احنا شرحناه المره اللي فاتت؟ ده اختصار المره اللي فاتت كله. تمام؟ نيجي للباسيف المبني المجهول. يبقى انا هنا لما اجي دلوقتي اشتغل معاه في الجمل دي، عايز طالب يقول لي، هقول جمله وانفيها واسال عليها، هناخد في الازمنه دي كلها. يلا مين شاطر يقول لي؟ انا عايز جمله هنا في البريزنت سيمبل. شاطر يقول لي عايز جمله هنا في البريزنت سيمبل وانفي واسال، واسال بهل واعملها باسف. حد يعرف؟ باسف يعني مبني مجهول. ها حد يعرف؟ ها مين يشتغل معايا؟ اي جمله تيجي من دماغك اتفضلي يا سلمى. يعني اقول اي جمله؟ اي حاجه. ثواني يا بنتي. اي واتش تي في. ماشي. واتش تي في. ها افري دي مثلا. ماشي افري دي. ينفع اقول يستر دي؟ لا لو قلت يستر دي بقول واتش ولا واتش؟ ماشي يلا. ها اي واتش تي في افري دي، بتفرج على التلفزيون كل يوم. دي عاده. يعني ممكن احط اولويز. هي اولويز ويجوالي اوفن سم تايمز. هيجوا قبل الفعل ولا بعده؟ قبله. هيجوا ايه؟ قبله. لكن لو في فيرب تو بي يجوا بعد. طيب حلو قوي. انا دي جمله ايه؟ عايز حد يرفع ايده كده وينفها لي. سهل قوي. لا ريز يور هاند بس. ها اتفضلي. ها يا اما اقول نيفر او دونت. يبقى اقول اي دونت واتش تي في افري داي. عايز اعمل لك كويستشن سؤال. ها ها ده باين؟ تمام ده باين؟ تمام. ها اتفضلي يا ريهام. ديد ليه؟ ما انا بسال بدو اهو. ايه اللي اجيب ديد في الماضي؟ دو يو واتش تي في افري داي؟ تجاوب عليها بيس او؟ طب عايز اقول اهو. ها اين تشاهد التلفزيون او متى او اي حاجه؟ ها وين؟ واجيب نفس السؤال دو يو واتش تي في. مين اللي فاهم؟ طيب عايز اخليها باسيف مبني للمجهول. التي في بيتشاهد. هو هنا بقول انا بتفرج على تلفزيون، يبقى التلفزيون، يبقى اقول تي في ومحاطط فيرب تو بي. حاطط فيرب ايه؟ حسب زمن الجمله. والله الفيرب تو بي في المضارع بيبقى ام واز وار، في الماضي ووز وير، في الماضي المستمر بيبقى ووز وير بينج. ووز وير ايه؟ في المضارع التام هاف وهاز بين. هاف وهاز ايه؟ يلا مين يشتغل معايا؟ يلا. ها يبقى تي في تي في از. يبقى ده حاطط الفيرب تو بي. تصريف ثالث من واتش. واتشد. خلاص عايز تقول لي باي مي بقى افري داي. ماشي مين اللي فاهم؟ هدي جمله كمان بس نحول الاي لهي. عايز حد يقول لي كده. هي مثلا يعني بتاكل لحمه. هي دايما بتاكل لحمه. هي يبقى ايه؟ شي. ها ايت ولا ايتس؟ ايتس. ميت. بتاكل لحمه وليكن اون فرايديز ايام الايه؟ الجمعه. ايام ايه؟ الجمعه. نركز في كلمه قبل ما نقولها يا جماعه، مش بنقول خلاص. ها اون فرايديز ايام الايه؟ مين اشتغل معايا؟ الجمله دي كده بريزنت ولا باست؟ تاني بريزنت ولا باست؟ بريزنت. قلت ايت ولا ايتس؟ ايتس. طب ليه قلت ايتس؟ عشان الشي دي ايه؟ مفرد. عشان الشي دي ايه؟ مفرد. هو الناس اللي بتجاوب معايا في ثلاثه اربعه كده مش بيجاوبوا دول، هل دول ربنا يساويهم دول بدول؟ استحال. هل يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون؟ ما ينفعش. الناس اللي مش مركزه معايا دي ما هتلاقي نفسها في الامتحان تايهه. طيب يلا يا شباب اشتغل معايا كده. She eats meat on Fridays. انا عايز انفي الفعل ده. هنفيه ازاي؟ She doesn't eat. يبقى she doesn't eat meat every on Friday. مش بتاكل لحمه يوم الجمعه. طب عايز اعمل question. Does she eat meat on Friday؟ طالما قلت does او doesn't ترجع الفعل لايه؟ does. طب شاطر عايز اقول ماذا تاكل ايام الجمعه؟ What does she eat on Friday؟ ينفع اكتب لحمه؟ لا انا بسال عنها. مين اللي يخليها لي مجهول؟ اللحمه بتتاكل. اللحمه بتتاكل. يبقى اقول ميت. هقول ميت
إز عشان هي مفرد. إيت إت إيتن تصريف إيه؟ تالت. فاهمين ولا لا؟ يبقى اي بلاي تنس، يبقى تنس از بلايد، تنس از بلايد. ها اي واتش تي في، تي في و تي في از تي في از واتش، تي في از ايه؟ واتش. فاهمين ولا ايه؟ ها في مشكله؟ اي ستادي انجلش، انجلش از ستادي، بذاكر انجليزي، انجليزي بيت بيتذاكر. عرفنا كده. وعايز انفي المبنى المجهول احط ايه؟ نوت. عايز اسال اعمل ايه؟ عايز اقول هل اللحمه تتاكل ولا ازاي؟ از ميت ايتن مثلا اون فرايديز. طيب عرفنا كده الماضي المضارع البسيط، كنا بنستخدمه عشان نعبر عن ايه؟ قلنا عن عاده او حقيقه او جدول مواعيد، هو ده المضارع البسيط. هابت وفاكت وتايم تيبل. طيب هنتكلم كمان، قلنا بننفي بايه ونسال بايه ونعمل مجهول بايه. طب الكي ووردز قلناها اولويز يوجوالي اوفن سام تايم نيفر افري. ها مش عايز كلمه يا جماعه. هو البريزنت سيمبل ده يونت 2 خلي بالكم. ها بس احنا هنمشي بترتيب معين. الباست سيمبل، الباست سيمبل يا شباب اللي هو الماضي البسيط. شكل الماضي البسيط لو فاكرين عملنا من السود ده في الاول كده، الماضي البسيط بيبقى فعل واحد ولا كام فعل؟ واحد بس. بس ليه كام شكل؟ لا اما ريجولر منتظم فبحط له دي او اي دي او اي اي دي او شاذ تحفظيه او شاذ ايه. امال مين الساده والزياده اس؟ مضارع البسيط. بالله عليك اعملي ايه؟ برين ستورمنج كده وجمعي معلوماتك معايا لو سمحتي، عصف ذهني خلاص ماشي. اعصره مخك كده واشتغل معايا وجمع عشان انا اعرف ولما اجي احل في الامتحان جايب لي جمله يبقى انا كده خلاص النهارده نص المنهج يبقى خلص. تمام. طيب صلى على رسول الله. الباست سيمبل يا شباب بقول ان انا مثلا انا عايز اقول نفس الجمل دي بس في الماضي. عايز اقول نفس الجمل دي بس في الماضي. ها مين اشتغل معايا؟ اتفضل يا منار. منا يلا منا. تمام ماشي في اخر المحاضره بقى. اي واتش ات تي في. مش هتقول لي افري دي، هتقول لي ايه بقى؟ يسترداي. مين شاطر يقول لي انا اتفرجت على التلفزيون امتى؟ امبارح. يبقى الحدث ده بدا وايه؟ تاني بدا وايه؟ هل لسه ليه اثر؟ لا لا خلاص خلص اتفرجت خلاص. طيب مين شاطر يقول لي انا عايز اقول الفعل اللي تحته ده هي كلت اللحمه يوم الجمعه. شي ايت. ليه ايت؟ شاذ. لازم اكون حافظه. يبقى انا عندي كام نوع من الماضي البسيط؟ حاجه بحط لها ايدي في اسم منتظم زي بلاي، يبقى الباست من بلاي. واتش فيزيت ستادي كاري. طب في بقى افعال ثانيه سي جو وينت دو دو داز دو داز يبقى ديد ام ويز وار وز وير. في مشكله؟ دي افعال ايه يا روان؟ الريجولر يعني لازم احفظها زي. طيب اشتغلي معايا يلا. ها شي ايت هي اكلت ميت لاست فرايداي الجمعه الايه؟ ليه قلت لاست فرايداي؟ عشان في الماضي. ينفع تقول يوم فرايديز ايام الجمعه؟ ما تصلى على النبي. صلى على النبي ربنا يفتح عليك كده. دارك ورا سيت اب يعني سيت اب. يلا اشتغل معايا بقى. اي واتش تي في يبقى الفعل عندي هنا يا مستر حاجه من الاثنين، لا اما الفيرب ده اخره اي دي لا اما هو فيرب ريجولار شاذ بحفظه. عايز انفي الجمل دي، ده كده عرفت الماضي، الماضي كلمه واحده اهو. طب الماضي بسيط ده بدا وانتهى خلص. مين يجيب لي بقى؟ عايز انفيه. انت كنت نفيت مع الجمع الدونت ومع المفرد بدازنت. هنا هتنفي بمين؟ وخلي بالك ان نيفر ممكن تنفي مع كله بس ما بتعملش حاجه في الفعل. ها؟ اتفضلي. اسمك ايه؟ يلا سلمى. اي ديدنت واتش تي في يسترداي. يلا مين اللي في الجمله اللي تحت؟ ثانيه. سهله قوي ايه؟ اتفضلي. ها؟ She didn't eat. رجع لأصلها. ها meet last Friday. صعبة؟ عايز أعمل question سؤال. في حد بيتكلم تقريبا ولا بتكلم؟ عايز أعمل question. رولان. Did. طب بصوا لو أنتوا حتى بتحلوا ما تحلوش في سركم. ارفع إيدينا يا جماعة على سمعة. عشان في زن كده بسيط يعني. Did you watch تي في يسترداي؟ شطور. تجاوب عليها بيس او نو. ها ممتازين. ها يس واتس يور نيم؟ انا يس جوليا.
جودي. يلا يا جودي، عايز اعمل هنا question. Did she eat ولا eat؟ مصدرها يعني؟ ماشي. ها وانا قلت مصدر هنا، هنا مصدر. ها eat meat. ها last Friday. عايز اقول متى شهدت او متى اكلت، يبقى انا احط استفهام. يا ملك اشتغل معايا، احط يا ملك when. يبقى اقول يا ملك when، ونفس صيغه السؤال when did you watch TV. هينفع اقول yesterday؟ لا انا بسال عنها. ها شاطر يقول لي when did she eat meat. فاهمين ولا ايه؟ يلا عايز اجيب مبني مجهول طبيعي، ابتدي بالمفعول هو اللي بيختلف من كل زمن، هو الفيرب تو بي بس. يعني انا برضو هنا ابتدي بتي في، يبقى انت هنا ابتدي بتي في، هنا تي في. ابتديت باللحمه برضو ابتدي بميت باللحمه، فاش مشكله. والتصريف الثالث برضو ثابت، اللي هو التصريف الثالث اللي هو شاهد واتشد. شاطر يقول لي والتصريف الثالث من ايت ايتن، يعني زي ما انا قلت ايتن واتشد هي اياها. الا يختلف ان انت هنا كنت بتقول لي ام ويز وار، هنا مش هتقولي كده، هتقولي ووز او وير، يبقى هنا هتقول ووز. طب واللحمه مفرد برضه اقول ايه؟ ووز. طب خليها بدات بكلمه رومز وير مثلا كلين. فاهمين؟ طب اعرف منين؟ بيبتدي لي بالكلمه اللي انا عارف من المعنى بتاعها، ان بيبتدي لي بكلمه مثلا المبنى، وجاي بيقول لي يلا اختار، يلا بيلد ولا از بيلت؟ هو ولا بيلدس؟ هو المبنى بيبني؟ لا. يبقى از بيلت بيتبني. وصلت ولا لا؟ اه بس بتتكلم. ها الجزمه بتلبس ولا بتتلبس؟ يبقى ايه؟ از وورن، صح كده؟ طيب الزباله، انا بسالك مش الزباله بتحرق ولا بتتحرق؟ اقول بيرنت لو عايز اجيب في الماضي، بيرنت ولا ووز بيرنت؟ خلاص فاهمين ولا ايه؟ ها اللي طيب صلى الله. انتوا فاهمين قصدي طبعا، ان انا بقصد ان انا بقول لك ترد، يعني مش اقصد صلى الله. في مشكله؟ طيب يبقى هنا يا مستر ده ماضي، عرفت ازاي في المجهول والمش عارف. طيب انا بختاره امتى؟ حدث بدا وايه؟ بدا وانتهى. هل لسه ليه اثر؟ لا خلاص. او عاده في الماضي. او عاده فين؟ في الماضي. او عاده فين؟ الماضي. عاده خلصت. طيب صلى على رسول الله. الكلمات اللي بتدل عليها ايه هي؟ yesterday last ago once in the past انه اي سنه في formally in the ancient days in the old days the other day. كل ده بيدل how long ago when. كل ده بيدل على ايه؟ الماضي. كل ده بيدل على ايه؟ الماضي. ما تصلوا على النبي. في قاعده كده مش عارف تعرفوها ولا نسيتوها، بتقول لي ايه؟ بتقول لي ان رنا مثلا يوزد تو سموك. حد يعرف يقول لي معناها ايه يوزد تو دي؟ يوزد تو اعتاد ان عاده كنت سيادتك بتعمليها وانت صغيره وبطلت. شوفي سيادتك كنت تعملي ايه وانت صغيره ودلوقتي بقيتش تعمليه. مين يقول ايه اللي سيادتك بتعمليه؟ بتاخد على فكي. كنت مثلا تلعبي مثلا في الشارع كوره، دلوقتي خلاص ما ينفعش، انسه كبيره ما شاء الله ما ينفعش، فتقولي كده اي يوزد تو بلاي. لو واحد قال لو جت رنا قالت لي يعني لو قلت رنا يوزد تو سموك معناها ايه؟ رنا كانت متعوده تدخن but now she doesn't. لكن دلوقتي لا مفيش. ممكن بقى اسال تاني. بطلت خلاص، يبقى عاده كانت بتعملها وبطلت. اقولها ازاي؟ يوزد تو بعد كده الانفينيتيف. يلا مين شاطر يقول لي انا اتعودت اجري ودلوقتي ما بقتش اجري، قاعد بروطه في البيت. اه يوزد تو ران مصدر اهو. اتعودت اعوم وانا صغير. اتعودت انام بدري. سليب ايرلي. سليب ايه؟ فاهمين ولا ايه؟ لكن دلوقتي ما عملش كده. لو عايز انفي قاعده يوزد تو بنفيها ازاي؟ زي الماضي ده اقولها ايه؟ didn't used use to. عايز اسال did he use to؟ في مشكله او did she use to؟ طيب الشاطر يقول لي لو انا حطيت قبل عند رنا هنا فيرب تو بي، عارفين فيرب تو بي؟ ام ويز وار ووز. قال لي بدل سموك تقول لي سموكينج، يعني فيرب زائد ومعناها العاده دي ما زالت مستمره. طيب وقلنا قبل كده شرحنا ان احنا لو قلت اي يوز تو سموك هتقول لي بطناو، لكن دلوقتي اي دونت. طب لو قلت شي يبقى شي دازنت، خلاص يعني بيجي بعد بطناو مضارع، بيجي بعدها ايه؟ مضارع. طيب الباست
continuous اللي هو الماضي المستمر. طب الماضي المستمر ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من subject فاعل، لازم يكون فاعل. فاعل ده لو كان مثلا I و he و she و it، ولا الفاعل لو كان جمع زي we و you و they. قال لي لو كان الفاعل مفرد يبقى انا هقول was. طب لو كان الفاعل جمع اقول where. ده اللي احنا شرحناه من شوية، was where verb I من شطر اللي زي verb I ing مثلا playing. طيب احنا مش هنحط مثال هنا، حط verb. مين الشاطر يقول لي اهو ده الماضي مستمر. عايز اجيب جمل نفس الجملتين اللي انت قلتهم هنا يا مستر، هنثبتهم هنا، احنا هنعملهم في كل الازمنه عشان يبقى انت الطالب يبقى عارف. هنا قلنا مستر اشرف قال لي play وplays، play وplays. هنا قال لي played، هنا قال لي was or were playing. مين الشاطر اللي بقى يقول يلا ها هنا watch بقى اقول watching ها تي في بس. غلط غلط. لو قلت يسترداي بس عايزين حاجه معاها، هياخد اول داي طوال اليوم. اول داي يسترداي ات 7 ات 5 فروم 5 تو 6 من 5 ل 6 من 5 ل 5 ونص. اي ووز ويتنج يو وانا واقف لا مش بص على حاجه ركز. يبقى هنا حددت ليه الوقت، حددت ليه الوقت. مين شاطر يقول لي؟ عايز اقول، عايز اقول ان احنا كنا بناكل لحمه، هقولها ازاي؟ خليها وي بقى ها. وير ايتينج ها ميت. السؤال بقى انا لو وقفت عندي هنا صح؟ لا. فين الصح بتاعها؟ طيب هنا عشان تستخدم لي الماضي المستمر حددت لي وقت محدد، مش عايز كلمه يا جماعه. هنا هقول مثلا كلمه وايل بينما او از او جاست از، جه بعدها وايل وي وير ايتنج، يبقى لازم نيجي بعدها ماضي مستمر. الشاطر اللي يقول لي لو كلمه وايل ما جاش بعدها وي الفاعل اقول وير ولا اقول ووز ولا ما اقولهمش خالص؟ ما اقولهمش خالص، اجيب فيرب اي ان جي على طول اللي هو ايتنج. فاهمين يا شباب؟ مش انا خدت وير عشان وي جنب؟ طيب شاطر قول لي لو انا خدت ووز عشان الاي هنا عامله معامله المفرد. طيب حلو قوي. لو قلت محمد اقول ووز ولا وير؟ محمد ووز. يبقى وايل محمد اقول ووز. طب وايل محمد اند منى؟ لا وير. طب ما قلت وايل ولا قلت محمد ولا منى ولا اي حد، يبقى فيرب اي ان جي على طول. تمام. فيرب اي ان جي يبقى اقول وايل ايتنج. وصلت؟ تاني تاني تاني. انا بقول الجمله ايه؟ وايل مش عايز كلام يا جماعه. نقط تي في ذا لايت النور بس يا بابا. وينت اوت قطع. مين يحل؟ بينما بتفرج عايز اقول، اقول بص كده حط معايا اهو، اقول ووز واتشنج ولا واتشنج؟ مستر ووز واتشنج ولا واتشنج؟ واتشنج. اتفضلي. ليه اقول واتشنج؟ مفيش فاعل. هو انت خدت ووز على اساس ايه؟ على اساس الفاعل مفرد. طب ما انا ممكن اقول لك وير. يلا حل بقى. قال لي الله كده اتلخبط يا مستر، ما الاثنين ينفعوا يا ابني. ما انا دي مع المفرد دي مع الجمع. طب وهنا ولا في مفرد؟ يبقى ناخد اني جار كده. فهمتوا حاجه؟ اه. يبقى عرفنا ان ووز دي تبع الفاعل الايه؟ وير دي تبع الفاعل ايه؟ جمع. مفيش فاعل مفرد مفيش جمع، يبقى فيرب اي. طيب لو انا جيت قلت هنا يا شباب وايل وي وير ايتنج ميت واحنا بناكل لحمه، خلاص مثلا اقوم حاطط زمن بقى اهو. ذا فون التليفون مثلا رنج، ده ماضي ايه ده؟ رنج يعني رن. ماضي ايه؟ قطع ولا ما قطعش؟ قطع. طيب واحنا بناكل لحمه ماي فاذر ووز واتشنج تي في، قطع؟ الاثنين مستمرين. صعبين الكلام ده صعب. طيب عايز انفي ووز، انفيها بايه؟ نوت. عايز اسال اعمل ايه؟ ماس اقول وير يو واتشنج تي في. طب ليه خليتها وير يو؟ لان الاي هتحولها ليو. صلوا على النبي. قلتوا لي برضه كلمة ديورنج معناها ايه؟ بيجي بعدها الايه؟ اسم النون اثناء مثلا الماتش، اثناء الدرس، اثناء الحصة وهكذا. صعب؟ ده كده أول وحدتين. أمال اليونت 3 بيتكلم عن ايه؟ بريزنت بيرفكت. تاني بريزنت بيرفكت يعني ايه؟ مضارع ايه؟ مضارع ايه؟ مضارع بيتكون من ايه؟ فاعل فاعل ها هاف
او هاز بيبي. مش هتقول لي هو امتى هاف وامتى هاز مع الجمع ودي مع المفرد. هي الاي دايما بتنضم الاي وي يو زي ما عدا مع ووز قلناها اي وهي وشي وات. احفظ لي الجمله دي بس. الاي دايما اي وي يو زي مع الجمع اي وي يو زي مع الجمع. يبقى الاي دايما بتعامل معاملة الجمع اهو صح؟ مع ووز بتعامل معاملة الايه؟ المفرد. طب ليه ساعات بتعامل معاملة الجمع؟ عشان بتعبر عن التعظيم والكلام ده قلناها قبل كده. صلى الله عليه. لو انا جيت قلت نفس الجمله شاهدت التلفزيون تاني اه انا عايز اثبت ايه؟ اثبت الجمله عشان انت بنت ذكيه حولت الفعل يبقى انا فاهم. يبقى مستر اشرف قال لي هنا واتش واتشز صح كده ولا هنا قلت ايه؟ بس خلينا في واتش. لو هنا قلت واتش هنا واتش هنا ووز واتشينج يبقى هنا هاف ولا هاز؟ اي هاز اي وي يو زي هي وشي وات. ها ما هو مشغل حضرتك ان شاء الله. الفيديو الثاني الفيديو الاساسي يا مستر ما هو نازل موجود. موجود اه طبعا نازل موجود جدا. طريقه جميله قوي. ها اي هاف تصريف تايتل الواتش واتش ات تي في. مش هتقول لي هو اخره ايه ده باست بارتيسيبل ده تصريف ثالث ولا تصريف ثاني؟ طب ما انت قلت لي واتش ده قال لي ما هو لو ما بقى منتظم التاني زي التالت. واتش ات واتش ات يبقى واتش واتش ات واتش ات بلاي 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 ستادي ستادي. هو ايه اللي هيختلف؟ الشاز بس. طب والشاز ده ممكن ما يختلفش في التلاته وممكن يختلف مره وممكن يختلف مرتين زي كات 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 ما اختلفش اهو شات 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 بوت 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 هيت 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 ليت 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 سيت 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 ويت 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 كل ده شغال اهو. طيب في ممكن يختلف مره واحده سليب سليبت سليبت كيب كيبت كيبت غلطة مرة واحدة اهو بيلد بيلت بيلت ميت ميت ميت. طب ممكن يختلف مرتين بيكم بيكيم بيكم جو وينت جن دو ديد دن اختلف مرتين. فاهمين؟ طيب صلوا على النبي. دول بعمل فيهم ايه؟ زي طيب الناس بقى اللي ترد عليا كده اي هاف واتش تي في انا اتفرجت على التلفزيون عايز انفي الجملة دي بدل هاف عايز اعمل سؤال يو واتش تي في. طب عايز اخليها باسيف لو طبعا لو هنا عايز احط هاز فاهم احطها زي ما قلنا تي في. بصوا بقى هاز بين ايه؟ واتش هاز بين ايه؟ خلاص كده. طيب مين شاطر اللي حد كان يجيب لي الباسيف هنا بالمره نسيناه تي في حاطط كلمه بينج واتش. عايز طالبه شاطره كده وتقول لي جمله اللي احنا قلناها بقى الجمله بتاعت انا اتفرجت على التلفزيون تقول لي المعلوم والمجهول في كل زمن. هو دي المذاكره. المذاكره بتاعت سيادتك انك انت بتعمل حاجه اسمها برين ستورمنج عصف ذهني كشكولك الجميل وتبدا تشخبط يا باشا تبدا تكتب مثال في المضارع البسيط في الماضي البسيط في المضارع التام في الماضي المستمر تلخبط نفسك وتشوف ده هحلها ازاي عشان لما يجي لك في وسط الامتحان كده انا فاهم مش حافظ. وصلت؟ يبقى انا هنا هقول ايه في المضارع البسيط؟ I watch TV. طب والمجهول بتاعها؟ TV is watch. مضارع يبقى is watch. هنا I watch TV والمجهول؟ TV was watch. طب هنا في المضارع المستمر؟ I was watching TV. TV was. Was being a watch it. لازم تصريف ثالث. طب هنا؟ I have watched TV. ما شاء الله عليك. تعرف تقولي الكلام ده على اكل اللحمه؟ ايوه هي اكلت لحمه. شي ايتس ميت. شي ايتس ميت. خلينا بس في ثلاث افعال اهو. شي ايتس. طب ليه قلت ايتس؟ عشان شيء مفرد. طب عايز ميت از ايتن. ميت از ايتن. طب يلا ها انا هي اكلت لحمه. شي ايت ميت. ميت ووز ايتن. ووز ايتن. وصلت؟ ها She was eating meat. يبقى meat was being eaten. يبقى أنا بقول was being. يبقى المجهول هنا يا شباب الباسيف هنا في present simple am is are ده الفيرب تو بي. يبقى أنا بثبت القاعدة عشان أحول لمجهول لازم نبدأ بالمفعول. عشان نحول لمجهول لازم نبدأ بالمفعول. مفعول الفيرب تو بي تصريف ثالث يجي بعديه. تاني كده؟ ثبت القاعدة. نعم القاعدة يعني اللي هنشرحها القاعدة
مفعول الفيرب مفعول الفيرب تو بي تصريف ثالث يجي بعديه. طيب دي كوز لحد اسمع ثاني مفعول يبقى لما اقول لك ال القاعده ايوه ما هي القاعده القاعده كل العدد ما طيب صلى على النبي في المكتب صلى القاعده بتقول لي ايه ابتدي في المفعول بعد كده اجيب ام وزوره وزوير تصريف ثالث يجي بعديه اخره يدي او شاذ وتحفظيه يا رب تكوني فهمتيه تعالي حلي يلا مين يحل معايا الجمل دي تي في وزوره طيب طبعا لو كانت هنا هي ايه اللي هيختلف هاز طيب يا مستر الكي ووردز بتاعه الزمن ده الاول بقى فكرني كان بيعبر عن ايه كان بيعبر لي عن حدث بدا وانت منذ فتره قصيره action started and finished a short time ago like what if I said مثلا روان has just asked مستر اشرف لسه سأل مستر اشرف حالا بتقول له انت قلت كذا وما قلتش كذا يبقى امتى الكلام ده a short time ago منذ وقت قصير يبقى بيعبر بدا وانتهى منذ فتره قصيره بدا وانتهى بس لسه ليه اصل سيادتك دلوقتي فكرتها بالعضه بتاع الفيديو اللي فات اللي ما شافوش هلاقيه عندي في القناه الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الكلب لما مش عارف العضه لسه ايه موجوده مكانها لسه ايه موجود لسه ليه ايه اثر سيادتك دلوقتي مثلا مثلا مشيتي في الشارع وحضرتك يا دكتوره وملك ورحتي خبطه توك توك فالتوك توك يا عيني اتطبق التوك توك ايه اتطبق الراجل بقى خلاص التوك توك بقى اتخبط بس لسه اثر الايه الخبطه سيادتك ايه نشفت عليه جامد يعني فاهم ازاي طيب صلى على النبي كده تمام المبنى المجهول عرفنا الكلمات اللي عرفنا بيعبر حاجه بدات تنتهي من فتره قصيره بدات تنتهي بس لسه ليه اثر بدا ولسه مستمر جت لنسا قالت لها مستر انا اي هاف ليفد ان شبرا وافتخر يعني بتقول انا اي هاف ليفد ان شبرا سينس مثلا 2010 لا مش من شبرا ها من سنه 2010 احسن ناس بتوع شبرا طبعا هي عايشه في شبرا من سنه 2010 ولسه عايشه في شبرا لحد دلوقتي يبقى حاجه بدات ولسه مستمر بدا ولسه مستمر بدا لسه ليه اثر حاجه ما حصلتش استاذه هاف يو سموكد سيجاريت بيفور No. No, I have never. يا مستر عمرا ابدا اطلاقا I have never smoked. Have never ايه smoked. حاجة عبرها ما ايه حصل. او حاجة حصلت وانت مش فاكرة وقتها. خلاص برضو I have smoked cigarette. صلى على النبي. فاكرين الكي ووردز just. Just already. Ever never. For Ever, never, since, for, yet, since, for, lately, recently, so far, up till now. صلى على النبي. Just يعني حالا. هي just already, ever, never بيجوا قبل التصريف ايه؟ تالت. طب just already بينهاف وازو التصريف ايه؟ التالت. في ملحوظة قلبوزة بتقول اني already تيجي في اخر الجملة لو بتعبر عن الاندهاش. ازاي بقى I can't believe it مش قادر اخلص مش قادر اصدق Have you finished all your homework وانت عملت واجبك انا مندهش مندهش منين قلت I can't believe it Oh my god Oh dear وهكذا طيب يت مع بعض بقى يا شباب ايفر بقى بتيجي فين الاول ايفر بتيجي في السؤال وصفات الحاله الثالثه يبقى just already ever never since for اسمع just already ever never since for طب just already بتيجي من هاف واز والتصريف ايفر بتيجي في السو وفي السي فات الحاله الثالثه يبقى ذا موست او ذا تولست بوي ده اطول ولد اي هاف مستر مشيت دي لما ايفر الفيديو اللي هو ايوه طبعا صلى على النبي عدي سنس فور دلوقتي او يلا بالمره نيفر الاول هتيجي فين في النفي تيجي عشان تنفي الجمله سنس معناها منذ وبيجي بعدها بدايه الحدث 1990 this morning هذا الصباح last week طيب بيجي دايما بعدها زمن الماضي البسيط ومهمه جدا طيب فور معناها لمده بيجي بعدها المده 3 years اي رقم وكلمه اخرها اس بقى اي year a month شهر واحد an hour ساعة واحدة the last week last one مدة صلى على النبي رقم او او ان وزا اخد على طول فور غير كده خد سنس عشان الناس اللي بتنسى طيب يت معناها حتى الان قلناها قبل كده يت معناها حتى الان
يتبتج اخر الكلام يتبتج اخر الكلام في النفي والاستفهام. فهمت يا مدام يا نورهان؟ اسمع تاني. يت معناها حتى الان. يت معناها حتى الان. يت بتيجي اخر الكلام. يت بتيجي نفي يستف. يت بتيجي في المضارع التام. طيب وليتلي ورسل كل دول يجوا في الاخر يا مستر؟ اه بص بقى. ليتلي تفضل نتيجي في النفي اما رسنتلي في الاثبات. كده كده ناقص حاجه بسيطه. ايه الفرق بين هاف بين وهاز بين وهاز جن؟ لما قلت لك يعني لو قلت سلمى هاز بين تو امريكا، سلمى راحت امريكا اول ما شافوها لا ايه ده، ببص كده ببص كده بما هو ماشي يا سلمى اول ما شاف كده لا لا اول ما شاف كده يا شباب ان هي قاعده هنا. ما خلاص بقى انت هتضونا في داهيه ليه؟ بلاش بس انا قلت باسبور قبل كده. لا لا هي ما عجبهاش الوضع هناك. سلمى راحت امريكا قالت ايه ده، اعوذ بالله من غضب الله. فقعدت يعني لا انا راجعه ثاني يا اخويا مش قاعده هناك. فراحت ورجعت حتى وهي راجعه متضايقه قوي عماله تحزبن عليه وتقول حزبنا الله ونعم الوكيل. يبقى ليه بتحزبن؟ راحت وايه؟ ورجعت. راحت وايه؟ اما تاني يا سلمى، تاني يا رواية. بقول سلمى راحت امريكا ما عجبهاش الوضع هناك وعماله تهزبن عليهم فرجعت تاني، فكده راحت المكان ورجعت. افتكر ان هي عماله تهزبن، هزبن يبقى راح ورجع. خلاص؟ لكن الدكتوره مثلا حبيبه قالت لا يابا انا هناك راحه حاجه حلوه. ماشي انا راح راحت هناك يا عيني بس عملت مشاكل وسجنوها، كده مش راجعه تاني ولا راجعه؟ يبقى هزجن. فهمتوا؟ طيب ده الفرق ما بينهم. ثانك يو بنك مصر. يلا بقى نحل. يلا شباب نحل مع بعض. بالنسبه للناس اللي بتتابعنا على اليوتيوب في محاضره ليله امتحان على برنامج زوم، احنا شغالين مع كل يوم جمعه مع مجموعه في برنامج زوم. اللي عايز يشترك فيها يبعت لي على واتساب وانا هقول له قيمه الاشتراك بتاعها ازاي وبتحول ازاي على فودافون كاش. واللي عايز يحجز ليله الامتحان برضه يبعت لي وانا هقول له التفاصيل بتاعتها ايه. ماشي. يلا شباب نشتغل معاك. بيج نمبر 8 ممكن. بيج نمبر 8 في اسئله كتاب جيم بيقول هنا وايل وايل مستر اشرف قال لي وايل بيجي بعدها طيب ايوه كده الناس كده ايوه كده فرحتوني. عارفه يا سلمى؟ طب قول يا رحمه. ووز وركينج. يلا اوعي تنخدعي صحصحي لي منه. يلا يا نورهان. I was having my lunch when the phone rang. قطع ولا ما قطعش؟ قطع. يلا ريهام. اللي عارف لانه رافع ايده وانا هنادي عليه صدقني. ها يا مستر عايز اقول تعالجيني دايما. ها 12 years old لما كان عنده 12 سنه. وينت وينت يعني ايه؟ ذهب. ها منال ووز ميكينج هير بيد وينت هلا ستارتد از عامله زي والي يا سلمى. وير ووكينج احمد ووز رايتنج ليتر كان بيكتب خطاب. اتفضلي. وير واتشينج صح. اتفضلي يا دكتور. اي ووز دوينج ماي هوم ورك وايل. ها شباب اللي بعده. نوت رامي ووز 14. اتفضلي. وين عندما ليه رامي؟ ما هو لازم مش اسم اسم شخص اثناء الماتش اثناء الفئل. هينفع اقول اثناء رامي؟ طيب اثناء رامي ازاي ده؟ قول يستر دي طوال اليوم امبارح. اتفضلي شطوره. نمبر 10 حنين 10 يس ووز بوتينج صح. سلمى ووز درايفنج صح. جاست از اللي مش فاهم معناك حاجه او مش داخله دماغه يقول لي. ها كل ده كلام سهل خالص. جاست از يجي بعد ماضي مستمر. اتفضلي يا ساره. ها ان انه اي سنه فين؟ في الماضي. اوعى تاخد لي سنس. سنس ده مع المضارع التام خلي بالكو. الناس هتقول لي 2006 خد سنس. ما هو الكلام ده لو قال لي هاف ستادد لكن قال لي ستادد ماضي بسيط. رانا ووز شون معروض صح. ده باسف كده مبني مجهول.
نمبر 14 اه ده فيلم دي بس في مبني مجهول صح ها وير صح شطار ما شاء الله اتفضلي تبقى ايه used to صح did you see that car yes رقم بي the car was being chased صح chased was being chased ليه بقى لان مبني مجهول في ال في الباست كونتينوس في الماضي المستمر ها اتفضلي يا حبيبي رحمه صح قول يا حبيبي قول يا حبيبي وير يو درايفنج هذا التلفزيون واز اون بات نو بادي اتفضلي واز واتشينج وين اي ريتشد هوم لما وصلت البيت اي immediately هات صح خدت دوش بص لما وصلت خدت دوش هل في فرق زمني لا مفيش فرق زمني لما دخلت الطلاب وقفت يا بنتي ميدو مش فاهم يعني واحده اللي هي انا بقول عليها طيب بص يا ما قلت اللي مش فاهم حاجه يرفع ايده اسمعيني انا بقول ايه when i لما انا reached home وصلت البيت immediately immediately يعني في الحال في الفور خدت دش فبيقول لك انا خدت دش على طول اول ما وصلت طالما حدثين ورا بعض مفيش فرق زمني بينهم ناخد الاثنين ماضي بسيط وانا بتكلم في حد بيتكلم ليه لما بيسالوا لما انا لما دخل خدت دش لما المستر دخل الطلاب وقفت الفرق ما بينهم قد ايه مفيش حاجه على طول مفيش مسافه بس وصلت لما الكلب مات حزنت ولا حزنت بعدها بسنه لا فهمت ولا ايه يبقى هنا اهو ميدو لم يعد ينام نورد أسئلة الكتاب المعاصر يبقى دي أسئلة جيم أسئلة المعاصر وفي أسئلة بقى تانية مجمعة من الكتب الخارجية خلاص ومن الكتب على النت كتاب المستر وأسئلة المعاصر وده بيت وجيم طيب مستر أشرف استلم مكالمة مهمة يبقى received طب المكالمة المهمة استلمت was received بص واحدة معلومة واحدة مقول إزاي الأصدقاء لم يعطوا فلوس didn't give طب هو لم يعطى الفلوس واحدة معلوم واحدة مجهول هل أنت سلمت الريبورت ها you hand the report طب هل الريبورت استلمة ها the report hand the report ايه hand نمبر كده 7 when ايه your medicine علا did you last take قابلت عمر the other ليه عشان فين هنا الكلمة اللي بتدل على الماضي the other day بس مع حد عشان تستفاد بعد كده a week ago I last heard على طول I showered طالما في and يبقى اللي قبله زي اللي بعده طالما في and يبقى انا لعبت وكلت وشربت ونمت هو حاطط and يبقى الاثنين ماضي بسيط used used to اعتدت and وركز معايا بقى ليه هنا قلت used to واللي بعدها قلت was used to عشان جه بعدها اول واحده مصدر طب ثاني واحده جه بعدها verb I فاحط verb to be My sister and I ساعدنا ماما يبقى help من 9 ل 12 ده وقت حدث مستمر يبقى attend من 9 ل 12 الاجتماع كان بيحضر اه ده مبني المجهول 17 What will you why اللي هيجي بعدها ماضي مستمر طب اخر واحدة هتبقى will have تعالي نخش على page number 10 The football match ليه بقى عشان دي اسنين حلينا دي طيب حل لي كده هات لي كده يونت 2 اسئله الكتاب 15 بيت بيت هقول لك على حاجه هات لي بيج نمبر 21 لو سمحت 21 21 دي هتفرق لي ما بين المضارع والماضي حل برضو معايا تمام حل برضو معايا ها اي اوفن زي ما حل برضو معايا ريز يور هاند يلا ها اي اوفن نوت فوتبول وانس ا ويك بس اللي يحل يقول لي ليه اللي هيحل يقول لي ليه يقول لي الاولانيه زي الثانيه بس الاولانيه بيقول لي لاست يير فانا هاخد باست سيمبل يعني هاخد ايه بقى بلاي طب الثانيه بلاي مضارع طيب مذر ومذر الاثنين زي بعض يوجوال ويوجوالي بس هنا مضارع وهنا ماضي فراق نمبر 3 مضارع يبقى كوكس طب نمبر 4 ماضي يبقى كوكت القطط بتشرب لبن دي حاجه عموما اهي درينك بيشربوا طب القطط بتشرب لبن دلوقتي طب ليه
القطط تشرب اللبن. Look انظر لترى if it's enough for them. هل عندهم لبن كافي ولا لا؟ اللي يحل بدون ما يقول لي ليه ما يحلش. ها once دي once واللي بعدها once. اللي يقول لي ليه ماشي غير كده ما تقوليش. ها اتفضلي. هي طيب في سول انه في المود لان في اخر جمله. لكن اللي بعدها عشان في ويل ايه. طب خلي بالك معايا، ما انت ممكن تقولي مع المستقبل. اسمعيني بس، ممكن اخد مضارع بسيط ومضارع تام. انا عندي روابط نسيت اقول لكم عليها، افتر وبيفور وين واز سون از، يجي مضارع بسيط مضارع تام. يعني ينفع اقول سي وينفع اقول هاف سين. يبقى ناخد ايه وسي. خلي بالكم من الحته دي. تاني في مو في 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 روابط نسيت اقول لكم عليها، اسمها ايه؟ افتر بيفور وين از سون از تيل انتل. بيجي بعدها مضارع بسيط او مضارع تام، والناحيه الثانيه مستقبل او امر. مستقبل او ايه؟ كنا شرحناها قبل كده في الفيديو اللي فات بتاع مراجعه 1 و2. طيب نيفر بقى. نيفر يا شباب بيجي بعديها فعل مساعد فاعل مصدر. ها انا برضو بقى في اسئله المعاصر قبل كده. Does it rain؟ Does it rain؟ I not marrying very much. Admire معجب. He never helps. طب انتيلا هي مستقشف لسه قايل لي انتيلا اهو. انا عايز مستقبل. شطوره. انتيلا طبعا بيجي قبلها مستقبل منفي. طيب ليه؟ طب ما ممكن يبقى يجي قبلها مضارع او يجي قبلها ماضي عادي. امتى؟ طب ايه الفرق ما بين الجمله نمبر 12 ونمبر 13؟ في نمبر 12 جه بعدها finishes في مضارع، فانا عايز المضارع مع المستقبل يبقى اقول want. في نمبر 13 جه بعدها هات فينش ده ماضي تام، فماضي تام يبقى انا عايز ماضي بسيط. يبقى دايما مضارع يبقى مستقبل، لكن ماضي مع الماضي ما ينفعش اقول جمله في الماضي واللي بعدها في المستقبل في نفس الجمله. فاهمين ولا لا؟ يبقى الجمله معناها ايه؟ انا مش هخرج غير هو مش هيخرج غير لما يعمل واجبه او يعمل شغله لما يخلص شغله. طب اللي بعدها هو ما خرجش، هو ما خرجش غير لما خلص شغله. فهمتوا كده؟ يبقى ماضي. الاولى نمبر 12 وونت، نمبر 13 ديدنت. خلاص؟ اللي بعدها ام يوزد تو، في يوزد تو جاب لها ام دوينج. نو لونجر بيجي بعدها مضارع بسيط، مين يشتغل؟ دو. اي هاف ا سيستر، المفروض هنا كولد ناديه تدعى ايه؟ نادي. ماشي. اي وود راذر، خلي بالكم معايا ان وود راذر هيجي بعديها انفينيتيف. لو جه بعدها فاعل ناخد ماضي بسيط. شاطر. لو ما جاش فاعل يبقى مصدر، لو جه فاعل يبقى اخد ماضي بسيط. طب جه فاعل ولا ما فيش؟ اللي هو يو. ايوه يبقى في بعد وود راذر معناها افضل، جه بعدها هو يو يا بسنت. معايا؟ يبقى هجيب ماضي بسيط. يبقى ليفت ماضي 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 اللي بشرحه بقالي ست ايام. يبقى تاني واكتبي وود راذر فاعل ماضي. عارفه لو ما فيش يو هاخد ليف مصدر. تمام؟ في مشكله كده يا شباب؟ لا. طيب ذا انيوال يعني ايه؟ السنوي اكزامينيشن المفروض انه هيبدا ستارت. ماشي. ماي ماذر نوت اب بيفور مي يوجوالي بعد كده. طيب ان سام كانتريز ذا سان شاين افري يير ا برايز. ليه هنا؟ عشان الجائزه مش هتعطي، هي اللي هتعطى از جيف. هات لي يونت 3 بسرعه. ما خلاص عشان نخلص. هات لي بيج نمبر 29 اسئله كتاب جيم. طيب هنحل 29 و30. يلا يا شباب بسرعه. اتس مور ذان، اتس المده، اتس المده. احفظ لي بقى اتس المده سنس ماضي بسيط. ها تاني. It's المدة since ماضي بسيط. It's المدة since فهو it's more than 20 years since. حد يجيب معايا العلم احل معاكو. تمام since خلاص. سلمى نقط تنس since has played. شطار مضارع تام على طول اهو. اوه انا نسيت الباسبورت. I have lost. I can't phone my parents. مش هعرف اتصل بوالدي because I have lost. نرفع ايدينا لو سمحتوا. الطيارة لسه مغادرة حالا، شايفها في السماء اهو. شطار قوي. It's two weeks مدة، it's المدة اهو since ماضي بسيط. مت شاطر مت. ايوه كده. تامر نوت a lot of health problems مشاكل. has had. I have been to the zoo before. never عشان في before خلي بالكم.
بلال مش هنا راح للطبيب هو رجع لا يبقى هاز جون سنس هيجي بعدها ايه ليفت ليفت اللي بعدها ذا بيست بوكس صفات تفضيل ايفر هاف ايفر ريد صفات في السؤال وفي الصفات احمد رجله اتأذت هاز هيرت نبيله مش بتشوف هاز لوست ذا تولست جيرل ايفر ليه ايفر عشان ده صفات شاطره يا بنتي منذ تخرجه ملاش وظيفه مناسبه سينس I have wanted صح اخر الكلام نفي استفهام yet have you ever عايز تصريف ثالث I haven't seen him the last لما يقول لي the last يبقى فور طب لو last بس since طب يلا علي has had his phone من بداية السنة يبقى since the beginning of this year حمدي راح انجلترا هيرجع لسه الاسبوع الجاي هاز جن ما لسه بيقول لي هيرجع ويل ابن عمي عاش بالخارج هاز ليفد علا از نيرفس بيكوز شي از هاز نيفر جيفن اي هافنت سين ذا نيو ادفنتشر فيلم ييت احمد راح لندن هيرجع لسه يبقى هاز جن تو كريم صح يو كان سي علي ناو بيكوز هي ما شاء الله عليكم هاز جاست ارايف طيب اخر صفحه هنحلها زينه نوت هير اون روم سينس هاز هاد طيب يلا ذيس مورنينج سينس 7:30 حد يعرف ايه النمبر 13 هي هازنت اخر الكلام نفي مفيش يت اخر الجمله في النفي ليت طيب يلا ذا لاست انا قلت ازاي يبقى فور ان شاء الله عليكم هي افتر دي مش انت لسه قايل لي روابط بيجي بعدها مضارع تام يبقى هياز ليفت طيب سينس بيجي بعدها ماضي بسيط ترافلد اه بصوا نمبر 7 دي هتلخبط شويه نو بادي هاز هنا مش سؤال هنا قصدي مش 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 نفي ليه مش نفي هي جمله منفيه فما ينفعش انت تنفيها تاني بنيفر يبقى ايفر بقى ليه بقى عشان قال لي نو بادي لا احد وترجع تقول لي لا تاني تاني نو بادي لا احد لا احد لا قال كلمه من قبل يا ما قاليش كلمه من بعد ازاي يعني لكن ما فيش حد قال لي كلمه قبل كده يبقى هنا ليه ما خدتش نيفر نو بادي اللي بعد شي هاز وركد فور فور صح يلا مين يجي السؤال هنا هي صح 10 دي اتلخبطنا اخر الكلام اوريدي صح كلاب فور ساره كلاب كلاب يعني سقفي كلاب بالانجلش معناها يصفق شطوره يا ساره قالت هنا ليه حته بقى اي دونت بليف اي كانت بليف مش قادر اصدق مش احنا قلنا ان اوريدي ممكن تيجي في الاخر لو بتعبر عن اندهاش طب فين اللي عبرنا هنا عن اندهاش كانت بليف ات وعلامه تعجب هي هاز نقط راح بلاد كتير بس ما زارش فرنسا لا جد يبقى هو راح ورجع راح ورجع بس ما زارش فرنسا هو انا لفيت لفيت كتير بس ما روحتش كده ما انا لفيت من قدامك اهو بحكي لك بين طب انا مش فين الاول طب يلا سينس هنعتبرها دي من الروابط الناحيه الثانيه في ويل يبقى انا هاخد مضارع از از نقط بيرد فلو انفلونزا الطيور انفلونزا الطيور هي صح since I graduated منذ ان تخرجت work the letter اه حلوه السؤال 15 ده الخطاب اتكتب واسطه تقل لان باسف باسف احنا قلنا have been working يلا نمبر 15 has been written صح written يا راجل يا written ليه has been written ده مبني مجهول كتب احنا ما زرناش جدتنا هافن وليت اللي بتيجي في النفي اسيب دول هوم ورك طيب لحد بيج نمبر 35 يلا دلوقتي عشان هنمتحن حد 35 الامتحان اه احنا الكلمات 1 و 2 و 3 و 4 احنا خدنا 1 و 2 المره اللي فاتت كفوكاب 3 و 4 يا شباب 3 و 4 اه احنا هنقفل الفيديو وانا اقول لكم الواجب بتاعكم ايه ماشي
ناس بتتابعنا على اليوتيوب، اتمنى تكونوا استفدتوا. اشوفكم على خير مره جايه ان شاء الله. ما تنسوش تشتركوا وتدعموني، وانا عملت برضو بعض الفيديوهات البروموز كده على التيك توك، تكتب فيها مستر اشرف عابد هتبحث هتلاقيني يعني ان شاء الله. تمام، وهبقى اسيب لكم اللينك بتاعه. دعمونا عشان ان شاء الله نكمل. انا بعمل المراجعات دي عشان الناس اللي بتطلب مني، فانا بصراحه كنت بدات مراجعات مع الناس من غير ما اصور، بس رجعت تاني ايه صورت معاهم عشان. اشوفكم على خير المره الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.